الله يبارك في حضرتك. هي الجائزة طبعا أنا بهديها لكل فريق عمل الأخبار، هي الجائزة المركز الأول في الحملة الصحفية، خدناها عن تحقيق حوامل وأطفال مصر في خطر. التحقيق بشكل عام كان بيتكلم عن حقن ار اتش المضروبة، واللي هي احنا رصدنا في التحقيق انا وزميلي هيثم نويهي، رصدنا الحقن بتتباع بمجهولة المصدر ومغشوشة وفي كذا صيدلية في المهندسين، يعني هم كان عصابات منظمة يعني، فاحنا رصدنا تحقيق استقصائي قعد 3 شهور، وبعديها اشتغلنا على المتابعات وعملنا اكتر من 12 متابعة في الحملة اللي هي اللي احنا خدنا بيها المركز الاول، والحمد لله ربنا كرمنا يعني، ودي نتاج عمل 3 شهور، وبهديها لكل فريق عمل الاخبار، استاذ خالد ميري، استاذ ياسر ياسر رئيس مجلس الاداره، كل مديري التحرير، كل الزملاء اصدقائي في البوابه وفي مجلس التحرير وسكرتير التحرير، كلهم هم اللي يستحقوا الجائزه يعني. والله اهم حاجه الاخلاص، وجهه نظري يعني، اللي انت تخلصي في شغلك دايما ربنا هيديكي على قد اخلاصك، ده ربنا هيديكي ويحقق لك كل حاجه انت عايزاها. لو كل واحد اخلص في عمله واخلص في شغله ربنا هيفتح له كذا حاجه يعني. واحنا كنا يعني الحمد لله كنا بنرصد صوت الغلابه في الموضوع ده، لان دي كانت مشكله وكانت ازمه، لان 20% من ستات مصر كانوا بياخدوا الحقن دي، والاجيال اللي جايه كلها كانت مهدده بالخطر، فكانت قصه كبيره يعني. بس الحمد لله ربنا عنا عليها يعني، والدوله استجابت وصرفت اكتر من 1,000,000 حقنه، والمشكله اتحلت يعني الحمد لله ساعتها. هو يعني الحمد لله رب العالمين، الحمله اللي عملتها انا وزميلي محمد وهدان كان ليها رد فعل الحمد لله كويس جدا. اولا احنا خدنا تحقيق، خدنا المركز الاول في مصطفى امين وعلي امين عن تحقيق ار اتش الحقن المغشوشه. النهارده بناخد في الحملات الصحفيه، ودي كانت مجموعه تحقيقات ومجموعه موضوعات عملناها عشان مشكله الادويه المغشوشه في السوق. الحمد لله رب العالمين التكريم النهارده يعني كان له، اولا احنا بنتكرم في بيتنا نقابه الصحفيين، ثانيا دي اهم جائزه في مصر دلوقتي، جائزه نقابه الصحفيين، ثالثا وده الاهم انه الحمله الصحفيه من الحاجات المستحدثه اللي بقى لها سنتين بس، فمعنى ان احنا بناخد مركز اول في حمله صحفيه، مجموعه موضوعات، سلسله تحقيقات اتعملت عن موضوع معين، والحمد لله كان ليها رد فعل كويس جدا. انه الحقن دي دلوقتي لو حضرتك عايزه تتاكدي، التحقيق كان بقاله سنه تقريبا منشور، عايزه تتاكدي اذا كان في رد فعل ولا لا. احنا كنا بنقول انه كل حقن الار اتش المغشوشه اللي بتتباع في الصيدليات مغشوشه، دلوقتي مفيش ولا حقنه ار اتش بتتباع في الصيدليات. ثانيا الحقن متوفره في فاكسيرا مجانا، فالحمد لله رب العالمين التحقيق كان له رد فعل كويس جدا، وده بيكفي انه الناس لسه لحد دلوقتي فاكره لنا على السوشيال ميديا، والناس على مواقع التواصل الاجتماعي لسه بتبعت لنا وبتقول لنا طب نروح نجيب الحقنه منين، احنا فاكرين التحقيق اللي انتوا عملتوه، مجموعه التحقيقات اللي انتوا عملتوها، فلسه الحمد لله رد الفعل لحد دلوقتي مستمر معانا، فالحمد لله رب العالمين. انا بهديها للاخبار طبعا، اخبار بيتي، اخبار اليوم، المؤسسه اللي انا بنتمي ليها وفخور جدا ان انا بنتمي لمؤسسه اخبار اليوم، الحمد لله رب العالمين، بهدي لهم طبعا الجائزه لانه زمايلي كلهم هناك يعني على يعني كلهم يستحقوا جوائز بصراحه، لانه الاخبار اخبار اليوم مليانه يعني، كلهم صحفيين متميزين، واتمنى انهم ان شاء الله باذن الله في الجائزه في الجوائز الجايه تبقى اخبار اليوم هي المتفوقه ان شاء الله.